يمكن الناس اللي عاشت في مصر، الأجانب اللي عاشوا هنا في مصر زمان قبل طبعا النزوح اللي احنا شفناه على مدار السنوات اللي فاتت، بيعشقوا مصر، يعني بيحبوها وبيحبوا جمالها، ودايما عندهم في الذاكرة أجمل ذكريات حياتهم هنا في مصر، لأن طبعا مصر والقاهرة تحديدا زمان مختلفة عن دلوقتي، مختلفة عن دلوقتي في حاجات كتيرة جدا. انتشرت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي صور في منتهى الروعة، منتهى الجمال، لعمارات وسط البلد، وهي مزينة بالورود والأشجار، وناس كتيرة جدا عملتها شير عندها على صفحاتها وقالت يا ريت دي تكون حقيقة. والحقيقة بقى إن الصور هي ضمن مشروع نفذه الفنان الإيطالي كارميني كارتولانو، يا رب أكون نطقت اسمه صح، ليوضح من خلال هذه الصور ما يتخيله عن مصر اللي عاش فيها لسنوات طويلة متواصلة. وأطلق على هذه الصور عنوان Flowers I Spread، أو زهور أنا يعني بنشرها. تلاعب بالصور عن طريق الفوتوشوب، وحط لمساته الخاصة على مشاهد من مدينة القاهرة، وبصورة خاصة من منطقة وسط البلد التاريخية. وبالرغم أن الصور انتشرت حديثا، إلى أن المشروع في الحقيقة يرجع لأغسطس 2020، مش جديد ولا حاجة. وأعاد الفنان الإيطالي نشر بعض الصور، يعني صور للأسف مش حقيقة، لكن هي بتعبر عن رغبة الفنان الإيطالي وتصوره عن القاهرة. بالمناسبة على فكرة، هو مش صعب أن احنا نعمل كده، هو بالفعل في الوقت الحالي بنشهد تطوير لوسط البلد والقاهرة التاريخية، والحاجات واللمسات دي مش صعبة، اللمسة الجمالية دي مش صعبة أن احنا نعملها، مش بس في وسط البلد ولكن في كل حتة في مصر. حاجات بسيطة جدا، لمسات جمالية ممكن نعملها تضيف رونق، تضيف جمال، مش محتاجين فوتوشوب ولا حاجة، محتاجين بس ذوق، محتاجين ان احنا نحافظ على بلدنا، محتاجين ان احنا نحافظ على تراثنا، محتاجين ان احنا نحافظ كمان على التطوير اللي هنشهده وبنشهده في الوقت الحالي لعمارات وسط البلد، علشان نشوف الصورة دي. ورود، ديكورات، زينة بسيطة، تخيلوا بقى المنطقة دي هتتحول ازاي، او اي منطقة كده لما يتفقوا مع بعض ان هم يحولوا يعني عماراتهم، شباك بيوتهم لهذا المنظر، شوفوا بقى العمارات في المنطقة دي هتكون عاملة ازاي، والجمال اللي هيشع منها ازاي. مش صعبة ولا حاجة، بالعكس حقيقة، ممكن نحولها لحقيقة.